طبعا سعيد بالتمديد مع النادي، وبالنسبة لي ان انا اكون في النادي الاهلي ده بيتي ده اولا، ثانيا ان انا اكون موجود اكتر وقت موجود في النادي الاهلي ده حاجة تسعدني طبعا. اي حد بيتمنى طبعا يكون موجود في النادي الاهلي. اول ما كلموني ان انا امدد عادي طبعا ما ترددتش لحظة واحدة، وعلى طول اول ما جم قعدوا معايا خلصت على طول الموضوع كله، ما عادش بالظبط يعني نص ساعة. يعني الموضوع اللي احنا ماشيين فيه سيستم في النادي موجود اصلا من زمان، من ايام يعني من ايام من اول ما طلعت في النادي الاهلي وانا ناشئ، الكلام ده موجود من زمان جدا، وده سيستم موجود في النادي، موضوع الفئة اولى فئة تانية الكلام ده كله احنا عارفينه وعارفين النظام ماشي ازاي في النادي. طبعا ادارة النادي طبعا هي عارفة الكلام ده كله، وهي اللي حاطة السيستم، واحنا بنحترم السيستم ده كويس جدا. واول ما هم اتكلموا معايا طبعا هم انا ما اتكلمتش في حاجة، هم الناس جاي يتكلموا مع الادارة، حطت كل التفاصيل والكلام ده كله، والناس مقدراني كويس جدا، عشان كده ما اتكلمتش في اي حاجة ولا اتكلمت في تفاصيل ولا اتكلمت في حاجة، ومضيت على العقد على طول وخلصت على طول. وانا بقول لك ان في الاول وفي الاخر ده بيتي، واي حد يتمنى ان هو يقعد يعني اطول وقت ممكن في النادي، وانا يعني اول ما جالي ان انا مديت العقد مفيش اي كلام، خلصت على طول وعلى طول يعني مفيش اي كلام، يعني مفيش اي حاجه خالص. يعني الفتره اللي جايه ديت عندنا الدوري، هنبدا يعني الدوري، وعندنا افريقيا. الطموح انا اخد افريقيا مع النادي، وطموحي ان انا العب معاهم كاس عالم الانديه، وده طموحي الفتره الجايه اللي انا مع النادي الاهلي ده، وافضل على هذا يعني نفس المستوى اللي انا يعني ماشي بيه، واقدم اكتر ان شاء الله، واركز في التمرين مع زملاتي، وان شاء الله يعني احنا مركزين الفتره الجايه في نكمل الدوري، ومركزين الفتره الجايه في افريقيا، دي اهم شيء عندنا. وبالنسبه لنا افريقيا يعني بالنسبه لي ده طموح ان انا اخد افريقيا مع النادي، لان انا لسه ما خدتش افريقيا مع النادي. اخدتها وانا موجود في النادي، بس ما كنتش بلعب، بس لازم يعني دي طموح بالنسبه لي ان انا العب اخد افريقيا معاهم والعب كاس العالم الانديه معاهم يعني ان شاء الله. النادي الاهلي وادارته والناس اللي موجوده بيحب يكونوا يشوفوا يعني بيريحوا اللعيبه، يعني اول ما شافوا مثلا الشناوي مثلا عايزين يكمل، سعد عايزينه نجدد له، اللعيبه مثلا اللي موجوده في ناس لسه ماسكه الملف بتاعها. طبعا اي حد بيتمنى ان هو يكون موجود ويقعد اكتر وقت زي ما قلت لك اكتر وقت ممكن في النادي، دي حاجه كويسه جدا، وتحسب للاداره ان هم بيخلصوا الموضوع بدري. انا ما بتكلمش في الحاجات دي خالص، دي مش بتاعتي خالص، انا الموضوع كله بيبقى اداره النادي. وانا قلت قبل كده يا جماعه انا مش هطلع الا من باب النادي، النادي هو اللي يقول الشناوي يمشي الشناوي يقعد الكلام ده كله. والله هم شايفين ان الفتره ديت انا اطلع واحترف، ده يعني ده راي النادي، وانا عمري ما اقول للنادي لا. انا جالي قبل كده وما فتحتش يعني ما اتكلمتش كلمه على ولا كلمت حد ولا قلت له انت انا جاي لي كذا، ولا انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. الناس بتتكلم والناس بتعرض، خلاص هم شايفين الحاجه دي مناسبه خلاص مفيش مشكله، وانا كده كده تحت امر النادي في اي حاجه. شايفين الفتره اللي جايه ديت احنا يعني مرجعنا يعني كابتن شريف طبعا والكابتن فتحي طبعا، هم دلوقتي اللي موجودين وانا معاهم كباتن طبعا. هم طبعا يعني بصراحه اول ما جينا بيتكلموا مع اللعيبه ومركزين الفتره اللي فاتت، وطبعا احنا عايزين نكمل الدوري زي ما احنا نهيناه بالظبط، وافريقيا برضو احنا كنا ماشيين فيها كويس. لا يعني الامور ماشيه كويس، والناس يعني بصراحه الكباتن اللي موجودين يعني شايفين رجعوا بيتكلموا الناس بقوه بايجابيه، لا كل الامور كويسه. يعني موضوع انت بتتكلم في افريقيا غير الدوري، انت بتتكلم في افريقيا انت بتلعب احسن فرق في الدوريات بتاعتهم، يعني انت بتتكلم. وكمان سيبك انت بقى من موضوع يعني في الحر وفي الاكسجين وفي الكلام ده كله، بتلعب فرق كويسه مش فرق اي كلام يعني. لا طبعا الدوري بتاعنا دوري قوي وكل حاجه، بس احنا بنلعب ملعب اصلا في ملعبنا واخدين على الجو بتاعنا الكلام ده كله، اللعيبه بتبقى مرتاحه اكتر. افريقيا بالنسبه لنا يعني احنا عشان بقالنا كتير ما خدناش افريقيا، عشان اللعيبه تبقى مركزه، ممكن شويه تركيز زياده بيخلي الامور يعني قلقان شويه، مش قلقان يعني خايف اللي يحصل حاجه بتاع الكلام ده كله في افريقيا، عشان كده احنا ماشيين كويس في افريقيا والحمد لله. احنا لغايه دلوقتي واصلين النص النهائي ماشيين كويس، يعني اللي انا شايفه احنا ماشيين كويس وماشيين الحمد لله في الدوري كويس. دي ظروف ماتش بقى وخلاص، يعني حصلت السنين اللي فاتت مثلا الماتشات اللي فاتت، احنا عندنا دلوقتي الماتش الجاي نركز فيه، اللعيبه تركز الفتره الجايه، وده بالنسبه لنا لسه مش عارف هم يعملوا ماتش ولا ماتشين،
زي ما يعملوا بالظبط الكاف يعمل بالظبط الماتش او ماتشين احنا نركز فيه، وان شاء الله نعدي ونشوف ان شاء الله بعدها النهائي يعني ان شاء الله. اكيد طبعا بقالك فتره كبيره طبعا بتلعب، بقالك فتره قاعد 3 شهور او 3 شهور ونص ما بتلعبش ماتشات خالص، وما تيجي مثلا تجهز للمسابقه بتعمل ماتشات وديه. بالنسبه للماتشات الودية يعني اكن الدوري بالظبط الافريقيا بتبقى حاجه كويسه جدا عشان البطوله، هتلعب مثلا حوالي 3 4 ماتشات قبل الماتشين بتوع نصف النهائي والنهائي، حاجه كويسه جدا يعني. المسؤوليه بتبقى مش يعني مسؤوليه كبيره زي ما انت بتقولت، وكان في جوان كتير اساطير في النادي الاهلي، ودلوقتي موجود برضو مع كابتن شريف ومعايا علي ومعايا مصطفى، احنا يعني زي ما بقول لك احنا اخوات قبل اي حاجه، وبنلعب لمصلحه النادي اولا يعني. اي حد يكون موجود في المكان ده بيبقى شايل المسؤوليه زي ما انت بتقول. طبعا النادي كبير طبعا بالنسبه لنا، وعايزين نحقق له كل حاجه، واي حد بيقف في المكان ده بيبقى شايل المسؤوليه وعارف ان مفيش حاجه اسمها خساره، وعارف ان البطوله ما بتروح مننا بتبقى الموضوع بيبقى صعب علينا زي الجمهور بالظبط يعني. الناس لازم تعرف كده يعني، احنا بيبقى شايلين يعني تركيز بيبقى بالنسبه لنا مش 100% بيبقى 1000% بالنسبه لنا، ان احنا بنلعب ضد حاجات كتير، بنلعب مثلا عشان نرضي الجمهور وعشان مستوانا وعشان في ناس كتير بتتكلم في الاعلام وفي كذا كذا. لا احنا كل الحاجات دي تخليها قدامك وانت بتلعب ماتش يعني، انت عشان تفرح جمهورك وعشان تفرح الناس وعشان الناس ما تتكلمش عليك وحش. لا احنا عندنا برضو بتبقى مسؤوليه، شايل مسؤوليه وبتتكلم مع اللعيبه وبتتكلم الناس الكبار بالظبط، بالذات يعني شريف وفتحي ووليد والناس الكبار اللي موجوده وسعد وايمن. لا بنتكلم مع لعيبه اللي احنا غير اي نادي بره، احنا بنتكلم عندنا التزام، عندنا ما ينفعش نتعادل، ما ينفعش نخسر، الكلام ده كله بيتقال وبنتكلم فيه على طول، لان دي المسؤوليه اللي انت بتتحط فيها، وفي عندنا نظام ماشيين عليه ما بنقدرش يعني على قد ما نقدر احنا بنتكلم فيه عشان مفيش حد يطلع بره النظام. كلاعيبه يعني من زمان عايزين نرجع من بدري جدا يعني، وطلبنا في كده كذا مره الاداره والكلام ده كله، بس هما الإدارة كانت عندها وجهة نظر ليها، والبلد طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها. اللعيبة ما فيش حد ما كانش عايز يرجع بدري، أول ما قالوا خلاص هنفتح كل الناس على طول جاهزة ووصلوا على طول، وهنعمل إمتى المسحة وإمتى نعمل الكلام ده كله، ما فيش حد بقى فكر، هو فكر احنا إمتى نرجع عشان نرجع للدوري، وما فكرناش برضو ولا اتكلمنا في موضوع دوري جديد ولا دوري قديم، احنا أهم حاجة نرجع التدريبات وأي حاجة بقى تتعمل ما فيش مشكلة، احنا مالناش دعوة بأي حاجة بتحصل بره، احنا نتمرن والعب العب اقعد احنا شيلنا على النظام احنا عارفينه من زمان، عشان كده احنا بنيجي نتمرن بس ونخلص ونمشي. الناس شغاله على طول، الناس شغاله في بيوتها، اي حد بيشوف اي حد مثلا عنده مثلا حاجه مكان واسع شويه اي حاجه بتاع بيروح يشتغل هناك، بيجري بره في زي مثلا في الشارع اي حاجه يعني احنا لا الفتره اللي فاتت دي ما عدناش خالص يعني، معظم اللعيبه ما عدتش، احنا بالظبط زي اسره مع بعضينا يعني، انا وشريف وعلي ومصطفى لا بيتكلم معانا يعني، بالنسبه لنا هو يعني اخ كبير لينا، وبنتكلم في كل حاجه، وهو على طول بيضحك وبيهزر يعني. الموضوع مش ما يعني في التمرين لغايه دلوقتي ما فيش حاجه حصلت يعني عليه مره متضايق او لا لا لا، هو بصراحه كويس جدا معانا وبيتعامل معانا كويس جدا، ده اهم شيء طبعا اللي هو بيتعرف يتعامل معانا كويس، ولا هو مدرب كويس واحنا بنحبه كلنا يعني، هو مدرب بصراحه الفتره اللي فاتت ديت يعني عامل معانا شغل كويس يعني. الاربعه اللي قدامي طبعا او اي حد في الفرقه على فكره، ال 11 ال 10 لعيبه اللي قدامي طبعا من الفرقه كلها بتكلم معاهم، سواء اكتر وقت بتكلم معاهم من الاربعه اللي قدامي، ايه بتكلم يعني واحد مثلا سي مثلا ماشي يعني مش ماسك بتكلم معاه امسك كده الكلام ده كله، الباك رايت مثلا مش مغطي اقول له غطي من بدري يعني، الكلام ده كله بيبقى هم طبعا متفاهمين معايا كويس جدا، وانا بتكلم معاهم ومثلا في اي حاجه بتكلم على طول، في اي مثلا على طول الكوره شغاله بتكلم معاهم، الكوره هناك بتكلم معاهم يعني، الكوره مش معانا برضه بتكلم معاهم الكلام ده كله يعني. بقول للجمهور، الجمهور طبعا انتوا وحشتونا، وان شاء الله نقابلكم الفتره الجايه ديت، الدوري راجع والبطوله افريقيا راجعه، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه الفتره الجايه، وبقول لهم انتوا وحشتوني كتير جدا، انا بالنسبه يعني بالنسبه لي انا كشخص يعني انتوا وحشتوني كتير جدا،
وانا عارف برضه احنا وحشناكم الفتره اللي فاتت ديت اللي ما كانش فيه ماتشات، وان شاء الله الماتشات راجعه عيات وهتتفرجوا علينا تاني، وبقول لكم ان شاء الله هنرجع زي ما انا هنا بالظبط ان شاء الله، ونعمل على قد ما نقدر ونجتهد كل اللعيبه، اللعيبه الفتره اللي فاتت دي كلها مركزه، وان شاء الله نحقق بطوله الدوري بدري، وان شاء الله نركز في افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى معانا التوفيق كده ان شاء الله في ماتش الوداد ونعدي ان شاء الله، وبعدها نفكر في نصف النهائي. وبقول لكم وحشتوني، اشوفكم على خير ان شاء الله.